افتتح مدير الإسناد الطبي في القوات المشتركة اللواء الحمد الكناني ومعه مدير منفذ الوديعة البرية مطلق السعري المستشفى السعودي الميداني في منفذ الوديعة الحدودي بمحافظة حضرموت لخدمة الأهالي والسكان القاطنين بالمنفذ والمسافرين على الخط الدولي الرابط بين بلادنا والمملكة العربية السعودية. وأوضح مدير الإسناد الطبي في القوات المشتركة اللواء الكناني بأن المستشفى يقدم خدمات طبية متقدمة في مختلف التخصصات العلاجية، ما يعزز البنية التحتية الصحية في المنطقة ويوفر الرعاية اللازمة للمحتاجين، وهو نقطة تحول في الخدمات الطبية المقدمة في المنطقة، ويشمل أحدث التجهيزات الطبية وفريق من الأطباء اليمنيين المتخصصين. من جانبه أشاد مدير عام ميناء المنفذ الوديعة الحدودي مطلق السعري بالاهتمام الكبير الذي تبذله القيادة السعودية بمنفذ الوديعة وتقديم ما يمكن تقديمه في الجانب الإنساني وفي الجوانب التنموية والعمل على خدمة أهالي المنطقة الواقعة في حدود المملكة، لافتا إلى أن المستشفى سيسهم في تخفيف الضغط على المرافق الصحية الأخرى وتقديم الدعم الطبي للحالات الطارئة التي قد تحدث على الطريق الدولي. أولا أحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا في بلد الخير والتي تمتد من خلالها أيادي الخير والعطاء لجميع الأشقاء وجميع أصقاع الأرض ومن فيها. أحمد الله سبحانه وتعالى ثم أتقدم بالشكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأتقدم بالشكر لأنقل لكم شكر معالي قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الزيمع، وأتقدم بالشكر للزملاء في قيادة قوة الدعم والإسناد والزملاء في الإسناد الطبي المشترك للقوات المشتركة على هذه الجهود لإيجاد وحدة صحية تعمل على خدمة الأشقاء اليمنيين على هذا الطريق الدولي، إضافة إلى المنطقة المتواجد فيها الأهالي في منطقة الوديعة اليمنية وما حولها من القرى التي قد تحتاج للخدمات الطبية بشكل طارئ. ولدينا والحمد لله كادر طبي يمني يعمل لخدمة الأشقاء اليمنيين، نقوم بدعمه بالأدوية والمستلزمات الطبية، وأيضا في نفس الوقت لدينا قدرات لتدريب كوادر أخرى في هذا المجال لخدمة أهالي المنطقة، وإن شاء الله في القريب العاجل سترون كثير من التطورات التي تقوم على خدمة الأهالي في منطقة الوديعة اليمنية والمنطقة المناطق المجاورة لها. يسعدنا ويشرفنا في هذا اليوم استقبال اللواء أحمد الكناني مدير الإسناد الطبي بالقوات المشتركة نيابة عن قائد القوات المشتركة الفريق أول ركن مطلق الهزيمة على استفتاح المستشفى الميداني الجديد في ميناء الوديعة الذي يأتي باهتمام كبير منهم وتنفيذا، وكذلك متابعة من قبل اللواء سلطان البقمي قائد قوات الدعم والإسناد بالداخل اليمني. حقيقة نحن بالأمس نسلم موقع مشروع عادة الأعمار من قبل برنامج سعودي تنمية، واليوم يأتي امتدادا إلى فتح المستشفى الميداني في الوديعة، فبالتالي يدل على اهتمام كبير من قبل القيادة السعودية بالمنفذ الوديعة والتقديم له ما يمكن تقديمه في الجانب الإنساني وفي الجانب التنموي. وحقيقة احنا نتلمس اهتمام كبير من قبل قيادة الدولتين، فمن خلالكم نتقدم بالشكر الجزيل إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان وللأمير خالد بن سلمان، وإلى القيادة السياسية مثل فخامة الرئيس المشير الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء مجلس الرئاسة ودولة رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك على اهتمامهم ومتابعتهم. والشكر موصول إلى الزملاء جميعا الذي وصلوا مع الأخ سعادة الأخ اللواء أحمد الكناني، والشكر موصول إلى معالي وزير نقل ومحافظة حضرموت والقائم بأعمال هيئة النقل البري ووكيل المحافظة، شاكرين اهتمامهم ومتابعتهم.